الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا ففتح به أعيناً عمياء وآذاناً صماء وبكماً. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليماً كثيراً. أما بعد، إخواني في الله أحباب في الله، قد استمعنا هذه الآية التي تريد من سورة آل عمران، والتي تحكي لنا قصة نبيين كريمين، نبي الله عيسى ونبي الله يحيى. بل ليس فقط النبيين، بل أسرهم التي فيها نشأوا ومنها نبتوا. وبدأت القصة بامرأة عمران: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل عمران على العالمين، وآل إبراهيم وآل عمران. وآل عمران من ذرية إبراهيم عليه السلام، فهذا النسب نسبهم آدم ونوح وإبراهيم ومنهم آل عمران. وبدأت القصة بالحديث عن امرأة عمران، لم يذكر عمران نفسه لكن ذكرت امرأة، ليفتح الله لنا باب عظيم جدا، أن صلاح المرأة صلاح الأمة، وكما قال الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. امرأة عمران امرأة كانت أمة، وكما كانت أمنا هاجر أمة. من يتصور أن فتاة في سن الشباب تتزوج نبي الله إبراهيم وهو في سن الشيخوخة، بل تجاوز مراحل الشيخوخة وصل لحد الهرم، وهذه مراحل عمرية سنمر بها كلنا يمر بهذا. فالشباب آخر 33، من 33 إلى 40 يسمى سن الكهولة. فحدث الناس في المهدي وكهلة، سيدنا عيسى ما عاش إلا إلى 33 ورفع عنده، وحتى بعد أن ينزل يمكث 7 سنوات فقط، يتوفى على 40. هذه المرحلة هي مرحلة الكهولة، عند رفعي وبعد عودتي لن يخرج عن مرحلة الكهولة. إذا تجاوز 40 وقال شيخ، ولذا قالوا: وكلمة الشيخ، الشيخ 4 كما ذكر ابن القيم وغيره، شيخ الشيخ أبو الرحمن وهم العلماء، وشيخ الشيخ والقرآن وهم الحفاظ للقرآن الكريم، وشيخ الشيخ والزمان من تجاوز 40، وشيخ الشيخ والشيطان من ادعى المشيخة ولا مشيخة. وصلت؟ فالتشيخ الزمان شيخ، إذا تجاوز 60 يقال عنه هرم، هرمنا. إيه دي هرمنا؟ دليل إبراهيم إخواني حين تزوج السيد هاجر كان قد تجاوز 100، بل قيل 120، والسيدة هاجر فتاة بنت ملك من ملوك الصعيد، لكنها أسرت واستعبدت وأوديت لنبي الله إبراهيم،
وزوجها وأنجب منها إسماعيل. وأمره الله تعالى في هذه المرحلة فتاة لسه بسم الله دون الأشريك ومعها وليدها ويؤمر بتركها عند بيت الله الحرام مع ولدها الصغير. سيدنا إسماعيل لم يبلغ سن الفطام هذا التوقيت، لكن تعجب موسى مع نبي الإبراهيم عامين، هو أمة، وفي العامين جعل الله له منها أمة، أمة واحدة تنقل إلى البيت الحرام، والبيت الحرام في هذا التوقيت لم يكن بناء، فقط كل اللي وضع قواعد البيت الأساسات، وضعها آدم، وقيل وضعتها الملائكة لآدم. وكل ما أحاط بها وادي وأربع جبال حوله، لا ممر ولا طريق ولا بناء ولا بشر، ويأخذها هذا المكان ويدعها وليدها بأمر الله له سبحانه، من يخترع باب له ما شاء. يختبر نبي الله إبراهيم وفي أحب الخلق إليه ولده ووحيده الذي ليس له ولد غيره، وأنجب بعد هذا السن الكبير. إخواننا الإنسان لما ينجب بعد الأربعين بيبقى بيرتعد، ذلك الجماعة قصص الأثر يميز بين أثر الطفل اللي أبوه أنجبه قبل الأربعين وأثر الطفل اللي أبوه أنجبه بعد الأربعين. ميزه إزاي؟ الطفل قبل الأربعين تجده أثبت في المشي، فلما ينزل الأرض ينزل بكعب، فتجد الكعب أشد غوص من المشط تحميل الكعب. بعد الأربعين مع شدة الخوف تلاقي الطفل يعكس ينزل بمشط رجله، فتجد المشط أشد غوص من الكعب. يقول لك ده أبوه أنجبه قبل الأربعين وده أبوه أنجبه بعد الأربعين. أنا بحكي يا إخوانا يعني بعض المعلومات الدقيقة التي قد تغيب عن الكثير، وأنت تلاحظ لو أي عائلة أنجبته قبل الأربعين تلاقي ماشي على كعب، بعد الأربعين تلاقي ماشي على مشط، إلا أن يشاء ربي شيئا. إذا ندرك فنبارك بالبعد 120 ويتركه يمتحن في أعظم نعمة منحة في حال حياته، نعمة الولد بعد هذا العمر الكبير، لكنه خليل الرحمن جعل حب الله فوق كل المحبوبات، وده معنى خطير لأننا أمنا بالاقتداء به. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم عليه، وقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم الذين امتحن قاسي جدا، ومع ذلك نفذ الأمر وفي منتهى الرضا، وترك زوجته ولده وهم بالذهاب، فلاحقته هاجر يا إبراهيم إلى من تكرم يا إبراهيم. أنا هي طفلة وشيخ، لكن الزواج بيشيل كل الحواجز، مش سيدنا ولا جدنا ولا وجدها، لكن الزواج يجعلها ند له وأهل له. يا إبراهيم إلى من تكلم؟ سيدنا إبراهيم يعني أنكر عليها بالأعراض، رفض الكلام. مر سنين في السادسة تنبهت، قالت الله أمرك بهذا؟ عندها التفت قال الله أمرك بهذا. طبعا ده عن كلام أهل كتاب من السيدة سارة هي اللي أمرته، هو نفذ أمر السيدة سارة. أمر السيدة سارة تجعل نبي الله أولي العزم محمد أولي العزم الرسل وأبو الأنبياء يظلم زوجته في السادة عشان يقولها،
هذا جنون في حق النبي الله إبراهيم، اتهام بجنون وحشاه رضي الله عنه عليه السلام، ده ابو الانبياء يخل. لكن نص الاثر الله امرك بهذا، قال الله امرك بهذا، اذا هو فعل هذا تلبيه لامر الله لا لامر شر زوجته. فلما انزوى خلف الجبل اب واب حنون ونبي في كل عطف الروح تضرع الى الله، رب اني اسكنت من ذريتي، رب اجعل هذا بلدا امنا دولا وارزق اهل المسلمين، اجعل هذا ايه الفراخ الذي ليس ببلد اجعله بلد، فدعا دعوتي رب اجعل هذا الاسم شر بلدا، يعني حول الفراغ ده لبلد، ومش باي بلد، امنا دعوه الثانيه وارزق اهله من الثمرات، وانظر خلت اليه بدل كل اهله، من اهله مين اللي فيه؟ ابنه ومراته مش حد ثاني، ونجيب منهم احد يبقى احفاده، وارزق اهله من الثمرات، من امن منهم بالله ويوم الاخر. وكما احسن جاء من رب الاحسان، قال ومن كفر من اولادك حتى العفه منها رزق. اللي قال من كفر من رب العالمين، سيدنا ابراهيم طلب الرزق للمؤمنين بس من اولاده، ليبرأ من العاصي ولو كان حفيدا، برأت من كفر اهلي عجيبه جدا، وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله وبالاخره. فجاء جواب الرب عليه، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار بئس المصير. الشاهد يا إخواني، السيدة هاجر غاب عنها سيدنا إبراهيم سنين، ربت ولدها، رب العباد استجاب لها دعوتي وساق لها الجراهب زمزم، وجاءت على إثر الطير، وجاءت الدنيا من حولها تتجمع حول المكان، وصارت هي ملكة هذا المكان الوادي، أصبح كل ملك مين؟ سيدة هاجر، ما في واحد يدخل يسكن إلا بإذنها وأمرها. فلما جاء الجرام استأذنها أذنت، أقام وبدأ يبنوا، ومنهم تزوج سيدنا إسماعيل. الشاهد لما شب جاء نبي الله إبراهيم وهو في سن السعي، سن السعي ده يعني قد كان 12 13، وبعد هذا الغياب جاي له امتحان قاسي جدا، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، يحكي له رؤيا، رؤيا اردت ايه؟ قال يا ابتي، مش يا ابي، يا ابتي، يعني يا من اكتملت لك كل دواعي الهبوء واسبابه، ده ما شافوش، لم يسمع منه كلمة واحدة. السيدة هاجر في ظرف سنتين صارت أم تربي ابنها تربية نبوة، تربية نبوة، يأتيني بالرؤية يقول له يا أبتي افعل ما تؤمر، مش ده أمر الله، افعل ما تؤمر ولو كان ذبحي وقطع عنقي. من يتصور في العقول البشرية إن عقل بشري يهدي لهذه اللحظة ولهذا الموقف؟ يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يقول تعالى فلما أسلم وتله للجبين. سيدنا إبراهيم خايف تقع عيناه على عين إسماعيل فيقول أو يضعف، خلى وشه الأسفل، طب ما في ذبح من خلف، ذبح من داخل، جعل السكين من اسفل. اللحظه اللي هيذبح سيدنا جبريل كبر في السماء قبل ان ينفذ الامر. كبر تكبيرتين او ثلاثه، الله اكبر الله اكبر. سيدنا ابراهيم نظر شافه. فقال لا اله الا الله الله اكبر. توحيد عجيب. سيدنا اسماعيل رفع راسه شاف المشهد.
قال الله أكبر ولله الحمد. وصارت كلماته تكبيرات العيد للمسلمين إلى يوم الدين. إحنا بلادنا تكبيرات العيد إحنا في غير وقت. التكبيرات الأولى تكبيرات جبريل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم نقف، تبدأ تكبيرات سيدنا إبراهيم، لا إله إلا الله والله أكبر، ونقف. تكبيرات سيدنا إسماعيل، الله أكبر ولله الحمد. ندرك هذا المعنى. وأذن الله إن سيدنا إسماعيل يرث النبوة ويمن الله عليه بذرية تقيم دينه العمر كله، ما تحتاج النبي الآخر. سنين، مئات السنين من زمان سيدنا إسماعيل حتى قبل بعثة نبينا بمئات عام، فقط أول بدء دخول الكفر والشرك في مكة على الدعوة، ثم تداركهم رب العالمين بسرعة شديدة في ظرف مئات عام، بعث النبي خاتم لتتحول هذه الأمة، أمة إبراهيم إسماعيل، إلى أمة التمكين إلى يوم الدين. في المقابل زريت سيدنا إسحاق، سيدنا عمر، يأتي من هذا المسجد الكريم، آل عمران، امرأة زي ما هاجر أكرمت إكرام عجيب، وأكرم والدها وأكرم زريتها، بل صارت حتى خطواتها واحد. شرع لما جرت الجد بالماء من الصفا للمروه، اشواطها التي قطعتها وخطواتها التي مشتها جعل الله عباده للعباد يعبدون الله بها الى يوم الدين. فان كانت هي التي سنت لنا هذه العباده، اجر كل حاج ياخذ كام على سعي؟ اللي اسست هذا التشريع اجرها قد ايه؟ بكل من يحج الى يوم الدين. ومن يوم جدتنا نتمسح فيه جدتنا نص كمان. ندرك مرأة، امرأة بأمة، بأمة خطواتها دي، بل بركاتها زمزم لما بلغت لطلب ماء وتتضرع الى عز وجل في السعي، تذكر وتتضرع، تذكر وتتضرع، تستجاب الدعوة فتنبع زمزم. لدرجة هي في المروة آخر الشوط السابع وترى الطير يحط على إسماعيل، فعلمت أن هناك ماء نبع، جاءت أجل لإنزلتها بالفور. التي قالت لها زمي زمي، النبي يقول لو تركتها لصارت محيرة، لكن شيء زمي زمي ارجع في مكانك. فسمي زمزم لكلمة أم الهاجر وآية من عند الله. للآن زمزم بقى لها كم سنة؟ من أيام سيدنا إسماعيل للآن كم عدد من يشرب منها؟ والله يا أخوانا تزهل، البئر نفسها مساحتها قد إيه؟ بالضبط مساحة الترابيزة دي متر ونص، ده طول قطر البئر متر ونص فقط، نصف قطرها 45 سم. كيف تضخ هذا الكم الرهيب من الماء؟ ملايين الخلق يشربوا ويحملوا منه كل يوم كل سنة. ده أهل مكة كلهم، أهل جدة كلهم، أهل المدن المحيطة بمكة كلها، حتى أهل المدينة لا يشربون إلا زمزم. كل الكلام اللي نشوفه في حرم بدني من زمزم، رحم تركات. كل الحجاج اللي ماشي ساحب زمزم معاك ماشي، ها؟ كل ده بئر صغير؟ اي والله. وللآن لا يعلم لها منبع، مفيش نهر بيورد لها مي، الماء ده ينفع. العلماء اللي بحثوا ونقبوا حوالين زمزم زلوا، قالوا سبحان الله المنطقه اللي فيها زمزم محاطه بسلسله جبال، واخدهاش كده لا ينفذ من هذه الجبال الماء، والنبع كله في منطقة حواليه، لا يعلم فيها مطر ولا يعلم فيها نهر يجري. هذا الكم الكبير ماء من أين يأتي؟ ليس له
إلا أنه آية من أدلة. وما أبى يختلف عن كل ما حتى قال النبي في حقها هي طعمة وسقاء، وقال زمزم لمشروبة الماء. طعمة طعام شرب سموني أي ماء تقدر تشرب منه حد معاه ما تقدرش تزيد عليه، هتلاقي نفسك مش قادر تشرب. زمزم تتضلع منها ما تشبعش، طعمة وسقاء آيات من الأدلة، بركات مثل البركة الأولى. سيدنا إبراهيم، سيدنا إسماعيل، سيدنا هاجر، وامرأة عمران تدعو دعوة يصفها تعالى حين نقول إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرم فتقبل مني. نذر الطفل ما في بطنها ذكر أنثى يقول تعالى فلم وضعتها، فلما وضعتها يا رب تأسفت كان نفسها ولد يخدم في ربي، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت في قراءتين، والله أعلم بوضعت تبقى جملة اعتراضية، يبقى قولها إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى كلام السيدة امرأة عمران، وقوله والله أعلم وضعت جملة اعتراضية. في قراءة ثانية رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وإني سميتها مريم، يبقى كل الكلام كلامها إيه؟ وضعت، يبقى قولها والله أعلم وضعت استمرار لكلامي وليس الذكر كالأنثى. على القول الثاني كلام ايه؟ وعلى القول الاول ممكن تبقى كلامها وكلام رب العباد. والله اعلم وضعت وليس ذكر في الانثى كان كلام من جمعه الردات حاول تقبلهم، او والله اعلم وضعت كلام رب العالمين وليس ذكر في الانثى استئناف لكلامه. عشان بس نفهم سياقات القران نظم عجيب عجيب، اللي بيمين يطلع بمعنى، اللي بشمال يطلع بمعنى، تجيب الروايه تطلع بمعنى، تجيب الروايه الثالث قراءه ثالثه تطلع بمعنى. عجب، ولذلك يقول القراءات العشرة عبارة عن إضافات جديدة للقرآن في معانيه تفتح أبواب للفهم رهيبة جدا، وهذا منه. وليس الذكر كالأنثى حقيقة أقرتها امرأة عمران، والبشرية لسه فيها تنازع. احنا في القرن الكام؟ 21، لسه بتنازع هل الذكر كالأنثى ولا ليس الذكر كالأنثى؟ ها؟ بداية قدمت الأنثى على الذكر وجعلتها تركب وتنزل إلى كم؟ وأنتم فاهمين؟ ها؟ وبداية جعلت الأنثى متخلفة جدا على الرجل، يعني الآن وحقوق الإنسان والهيصة دي في الهند الهندوس حد يفتح بقه؟ الرجل إذا تزوج المرأة لو مات قبلها دفنوها تحت أحية قبل ما يحطوا نعشه يحطوها أي ونعشه عليه تدفن حية للآن، ما في إنسان يفتح فمه. فين حقوق الإنسان؟ ده قتل، قتل، وارتكب على انه ديانه. الى هذا الحد وصل لياتي وحي الله لينصف المراه، اللي هم بيتكلموا على حقوق المراه، ولكن الاسلام ما ينصف، من انصف المراه الا ينصفها ربها. وليس الذكر كالانثى، ليه؟ لأن ربنا بين كده إن الرجل طبيعة المرأة طبيعة، على ضوء طبيعة الرجل جاء تكليفه، وعلى ضوء طبيعة المرأة جاء تكليفها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وذلك من بداية الخلق كان هذا الوصف، قال تعالى لآدم لما خلق
واذكرنا افلا يخرجنكم من الجنه فلا يخرجنكم من الجنه الخطاب لمين؟ للاثنين فلا يخرجنكم من الجنه قال له فتشقى مع الخطاب المسلم لكن افرد في التي بعده ما قالش فتشقى يا قال فتشقى انت بس مش ايه من البدايه ليه؟ لان التكليف له على ضوء خلقه هي جزء منه الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها الخلق بدا بادم لوحده وحواء اخذت من ضلع هي جزء منه الشقاء يخص هو لو قال فتشقيا لكلفت النساء بكل ما كلف به الرجال ولو كلفهن الله بما كلف به الرجال لغير خلقهن حتى يتحملن ما تحمل الرجال لا يكلف نفس النساء الا ما اتى لكن الله قال ان سعيكم اشد كل واحد على ضوء خلقه ياتيه تكليفه فقبلها ليس الذكر كالانثى فطره جبلت عليها كل نفوس الخلق الذكر والانثى مش في الانسان بس في كل الخلق فما خلق الله خلق الا عليه الازواج ذكر وانثى ها ذكر بطت لي قد كده وبط غلبان قد كده بس البيت كله عندها هي مش عنده هو قاعد نافي جيش بس وصلت هي بطبط براحته لكن هي اللي بتحمل هي اللي بتلد هي اللي سنة الله جرت مش فينا في كل خلق مش كده ليه؟ لا يعني ضعف الانثى وتحملها ان هي دون رجل دي كارثه وقع فيها حتى بعض المسلمين الشديد لما طعن في خلق الله لضعف المرأة النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله في الضعفين المرأة واليتيم ويقول انهن خلقن من ضلع وان اعوج ما في الضلع على اذا ذبت تقيم وكسرت وان فهم الضلع يعني اعوجاجها خلاص لا يا اخوانا ده كمان خلقها في اعوجاجها ايه الضلع ده؟ ضلعك انت الضلع اللي خلقت من هواء اخر ضلع في الجنب الشمال في صدرك اخر ضلع اعور ضلع واعور جنب فيه طرفه راسه اللي جت منه راسه تخيل بالله عليك لو ضلعك ده استقام تعرف تعيش؟ تعرف تنام؟ تعرف تتحرك؟ لذا قالوا استقامة الرجل بعوجات ضلعه واستقامة الزوج بعوجات زوجه ولذا جاء في الحديث إذا ذهبت تقيم وكسرت وإذا تركت لم يزل أعوج فاستمتعوا بهن على عوج على حالها ربنا خلقه به إيه العوج؟ إن جانب العقل عندها مأمور في العاطفة العاطفة غلبة عليها الكلام ده في موازين العقل مش مظبوط عندي لكن عندها قمة الانضباط فكمال خلقها في اعوجاجها لا في استقامتها والا فكيف تصور عاقل ان الله عز وجل يقول هو الذي احسن كل شيء خلقه احسن خلقه كل الخلق ولم يات خلق بعيب الا المراه اللي يقول الكلام ده يتهم رب العباد في خلقه سبحانه وتعالى اذا كمالها في اعوجاجها ولذا عبرت السيده امراه عمران بهذا التعبير قالت وليس الذكر وإني سميتها مريم. هي التي اختارت الاسم ومع ملحوظة لم يذكر في القرآن كله اسم ما قط غيره. قط جدتها سارة لم تذكر جدتها هاجر لم تذكر
أمهات المؤمنين من واحد ذكر. ما في امرأة في التاريخ كله ذكرت باسمها في القرآن إلا مريم بنت عمران. إكراما لهذه الأم الصالحة. يعني الأم نفسها ذكرت امرأة عمران. ولم يذكر اسمها. لكن جاء الرب بهذا المسمى الذي اختارته وذكره ونص عليه. قالت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يبقى طلب من الله قبولها واعتذرت إلى الله لكونها أنثى أضعف من الرجل في العطاء لله. ثم صرحت أنها سمتها مريم وأعاذتها وذريتها من الشيطان الرجيم. كل دي دعوات مستجابات. دعوة دعوة. يقول تعالى فتقبلها. تقبل مني؟ يقول فتقبلها بقبول حسن. وأنبتها نبتا حسنا. وكفلها زكريا. جعل يصونها رعاها نبي من أنبياء الله. ولم يبقى في هذا التوقيت نبي إلا سيدنا زكريا. دي كان آخر فترة نبوة في بني إسرائيل. مات كل الأنبياء ولم يبق إلا نبي الله زكريا. حتى ضعف السن ولم يبعث خلال أمر هذا نبي آخر. مع كثرة الأنبياء في بني إسرائيل. يعني الأنبياء عندهم كالعلماء عندنا. حديث الوالد وكان في سنة البخاري لكن المعنى صحيح. قال العلماء أمتي كبير بني إسرائيل. ممكن القرية الواحدة يبقى فيها نبي واثنين وثلاثة ورسول واثنين وثلاثة. والقرآن نص على هذا. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكثروها فعززنا بثلاثة. ثلاثة ترسل في مدينة واحدة. مدينة أنطاكيا اللي موجودة دلوقتي في جنوب تركيا. ثلاثة ترسل. ندرك هذا المعنى. فكان الأنبياء منتشرين في المدينة الدولة زي ما بينتشر معنا دلوقتي. ممكن تلاقي مدينة فيها اثنين علماء ثلاثة علماء وصلت أو عالم واحد. الأنبياء كان دورهم اللي يقوم به الأهل العلماء في البلاد. دور الإصلاح ودور التغيير. فالشاهد إن سيدنا زكريا يأذن الله له أن يتكفل من سيدنا مريم. ورعاها. ودي استجابة الدعوة الأولى. إني نذرت لك ما في بطن محرم فتقبل مني. طب وإني سميتها مريم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد يدغسه الشيطان عند ولادته فيصبر. قال إلا مريم وولدها. ليه؟ عادتهم بربها بربها وإني أعيذها بك وذريتها وليس لها ذرية غيره. فأعاد منهم الشيطان من لحظة الولادة إلى لقاء الله عز وجل. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان. أولا تقبلها ربها قبل حسن وأنبتها نبتا حسنا حتى شبت. وجاءتها آت الله وهي في هذا التوقيت راهبة عابدة ضارعة متبتلة بكر بتول. وسيدنا زكريا هو اللي رعاها نبي. ومع نبوته هو اللي يعجب. يجد عندها طعام في الدير بعدها طعام الصيف في الشتاء وطعام الشتاء في الصيف. لا عندها عنب ولا مرتاح. فكل السماء. حتى سأل يا مريم أنى لك هذا؟ أنى لي هذا؟ اسمع في النبوة. أين ومن أين وكيف لنا؟ هو اللي بيرعاها مش أنت. ما بيدخل عليها الدين غيره. لا يدخل عليها رجل اخر ولا احد. فتخيل واحده راهبه وفي صومعه محبوسه واللي داخل خارج على سيدنا زكريا لوحده. واجد عندها كل صنوف السمر. فما قالش من اين؟ قال ان اين ومن اين وكيف؟ حاجه ما تدخلش الدماغ. جت من فين دي؟ قالت هو من عند الله. إن الله يرزق من يشاء. عندها لما رأى المشهد هذا
وفضل الله وعطائه علينا. ضرع في طلب الولد. يقول تعالى مش هنا هنالك. طب ليه هنالك؟ هنا بقى دعا أول لحظة. لا، ده الأمر تكرر مرة واثنين وعشرة وعشرين ومية وألف. لو أراد أول ما رأى كان قال هنا دعا زكريا، ولو في بعد فترة في الوسط يقول هناك، لكن هنالك يعني استمر الأمر ده فترة طويلة. نفهم يا أخوانا ألفاظ القرآن دقيقة جدا، وشتت بين هنا وهناك وهنالك. هنا القريب، هناك المتوسط، هنالك البعيد جدا. يقول هنالك بعد ما شاهد هذا مرات عديدة جدا شديدة جدا، وألوان الثمار وألوان عشر جنة والأرض، وكلها تنزل لها وهي في مكانها وحيدة فريدة في دارها في دارها معبدها. يقول هنالك دعا زكريا رب. يبقى ما دعاش أول ما شافها، لا ده تردد مرة واثنين ثلاثة، أدعو مدعوش أدعو مدعوش، في الآخر استقر فدعا. لكن لما دعا دعا في بيته، ما عندوش في بيت إلا برضه، طلب نفسه يعني عجيب. رب هب لي من لدنك ذرية طيب، هو سنه كام؟ عدى 120، هو ده سن ذرية. وذلك ابن عباد يحكي قصته في مريم، في سورة مريم، فيقول ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. ليه خفيا؟ مش معقول. امرأة لو سمعت تقول انت رد جدي، انت ايه اللي جرالك؟ وخاصة ان هي عقيم ما انجبت حال حيضها، عدت الخمسين وانقطع بعد الخمسين حيضها 50 سنة كمان، عدت البيت، فحيض ولد منه منها ما واحدة من اثنين، يا منها من حد ثاني، من حد ثالث بقى مشكلة. ها؟ والنسوة من زي ما هم النسوة. أنا ليك وبس، تفكر في غيري. زي وضحت. فتعلم الله، طب هتطلب مني أنا البلد بعد ما انقطع حيض 50 سنة؟ عملية عجيبة، واخد بالك؟ لذا قل إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني. تلاحظ ملحظ عجيب، بدأ بوصف حاله هو أولا، والشكوى لله من عجزه، وشدة حاجته للولد، مش حبا في الولد، لأنه ما عاد في نبي في بني إسرائيل، هو عايز نبي يحمل حق الخلق. فقال رب إني وهن العظم مني، واشتعل رب شيء، ولم أكن بدعائك رب شقي. هو ده التوسل، لم أكن بدعائك رب شقي، استحالة تشقي ولا بذوق. وإني خفت من بعض الغرائب، الناس تضيع والدنيا انتهت. وكانت امرأتي عاقرة. تلحظ أخر موضوع امرأته في الآخر لما طلب. قال غير في الآخر. وكانت امرأتي عاقرة. فهب لي من لدنك ولي. يرثني. مش يرث التركة، لا، يرث الرسالة. ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي. أول ما جاءت البشرى، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، وفي قراءة إنا نبشرك بغلام. نبشرك معناها البشارة، وكل معناها البشر. زي ما بتبشر البصل تخرطها حتة حتة صغيرة كده. نبشرك يعني أنطلعها من جيلك، أن ننحتها نحت، لغاية ما تطلع الولد. دي مهمة يقوم بها رب العالمين غيره لا. إنا نبشرك أو نبشرك نبشرك بغلام اسمه يحيى. يبقى السيدة امرأة عمران سماها اللي سمت مريم. يحيى اللي سماها رب العالمين. ولم يكن أحد من البشر يسمى يحيى قبله. وكل من جاء بعد سمي عليه. ها؟ اسمه يحيى. لم نجعل له مقام سبيل. قال رب أن يكون لي غلام.
أو ملكنا مش هو طالب. قال أنا من أين وأين وكيف تيجي زيد؟ ما تذكرش يعني الاعتراض اللي خايف من الوقت تقوله هو الاعتراض بيه. قال لا يكون النبناء وبدأ بمراته. يعني أنا أمر هين أو تمشي مني تطلع طيب والحرب اللي بقى لها 50 سنة خطحة دي. فبها بدأ لما طلب أخر وحالها هي لما بشر بدأ بها هي. طب أنا ممكن لكن هي ها؟ وذلك الرجل حتى لو كبر سنه لا يظن في نفسه العجز فيه أمل حتى لو عدى المية بشر ها؟ يا أمل جديد برضو خبر اسمي الله بشفيك أنا بشفيك والدي بدينا بأمل بشفيك ولكن المهم بشفيك كل هذه جاهزة ها؟ نسأل الله العفو لك إذا أنا كل يوم ده قالها لما جاءت البشر أين ومن أين وكيف غير متصور الكلام ده عقل إخواننا أنا كل يوم ده طب مين ماشي؟ طب هي اللي قطع حد 50 سنة وراح خلاص نظر هتحمل فين؟ أنا كل الغراب وكانت امرأتي عاقرة ولما وصف نفسه في المرة دي وصفها بغير وصف الأول الأول قال واحد العظم من يشتعر شيء هنا قال إيه؟ وقد بلغت من الكبر عتي يعني عتي يعني خلاص اللحم انبرى ده ما عاد في لحم في جسمه معنى عتية من تساقط لحمه راح كله والتصق جلده بعضه أن كل الأولاد وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية قال كذلك قال ربك هو عليها الشاهد يا إخواني التوقيت اللي رزق فيه بيحيى ساعة ولدته الوقت اللي طلب فيه كان وقت ورود سيدنا جبريل على سيدنا مريم فحمل الاثنين مع بعض زوجته وكفيلته والاثنين اخوات السيده مريم اخت امراه سيدنا زكريا وزوجته اخته ولذلك يسمى الاثنين ابن الخاله يحيى وعيسى طبعا بني اسرائيل عملوا يعني جابوا بقى قصص كبيره انه كانوا الاثنين في بطون امهاتهم بيتكلموا بعض ويتحدثوا مع بعض ويحاربوا بعض. سيدنا احمد سيدنا عيسى غير مستبعد على الله شيء، لكن احنا يعني نلتزم بالنصوص الثابته. الشاهد حمل الاثنين في اخت واحد. وجاء نبي الله عيسى. طبعا قصه سيدنا مريم في الايات اللي سمعناها عجيبه. الملائكة قبل حملها يبلغوها أمر ربها هل هذا وحي؟ هل هي نبية؟ اختلف فيها لكن الراجح ليس نبي لكن امرأة صالحة ولا حرج أن الله يوحي العبد صالح بالطاعة والعبادة وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركع مع الرجيم يقول تعالى ذلك كل انت سمعته ده قصه سيدنا زكريا من الف الياء قصه سيدنا مريم من الف الياء كل القصص ده اغلبه ما كتب في كتب التاريخ لكن الحكيم حكاه بعد ان صار عند عباده غيبا لا يعلم وذلك كل ذلك كل ده من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم لما السيده امراه عمران نظرتها لله وصارت في الدير طب مين اللي يكفلها في الدير ورعاها يقول لها لا تمشون اختلف صالح الزمان وفي نبينا زكريا من اللي يكون له الاغلام في النار اللي قلب يطفو ولا يكفل ما طفى الا قلب سيدنا زكريا الكل باص
إذا قلت تعالى إذ القنا أقبلهم أيهم يكفل لمريم وما كنت لذلك إذا اختصموا الحق سيدة مريم فرأيتها لما الإنسان لقي عبد صالح وده يشرح صدورنا لأن واحد فينا لقى طفل صالح حتى مش ابن تمناه ربيه انفق عليه قد يكون لك ولد أفضل من ابنك فكان أهل الصلاح إن وجدوا طفل صالح الكل يتكالب من ينال شرف رعايته ليكون خيره له ولمن كفله كفلت السيدة زكريا السيدة مريم كانت آية من آيات الله وأجراها رب العباد بهذه الأسباب حتى يكون الكافر لها نبي مش بشر عادي حتى لو كانوا الصالحين وما كنت لديهم إذ يكون أخلام وأيهم يخفر مريم وما كنت لديهم إذا اختصموا بعد الكفالة ذكر أن وحي جاء مرة أخرى السيدة مريم عن طريق الملائكة وإذ قالت الملائكة لمريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم المشاعر اللي جاءت على لسان سيدنا جبريل كما حكتها سورة مريم لما تمثل لها بشر سوي شفت دخل عليها المحراب وعلى الوحدها قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي ربيت على الاتصال بالله فلما بشرها بالبشرى الله ازاي؟ ما تدخلش الدماغ ولد من غير اب ولد من غير معاشره بين امراه ورجل ها؟ انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت انى يكون الغلام من اين واين وكيف؟ ولم يمسسني بشر انظر قوة العفيفة لما تتحدث عن نفسها ولم يمسسني بشر ولم أكن بغي لا أنا بغيت أو اعتديت على نفسي وحتى خدت مني رجع بعض فرجي أبدا لم يمسسني بشر ولم أكن بغي قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس عشان تكتمل الدائرة رب العباد خلق آدم من غير أب وأم وحواء من أب بلا أم والبشر جميعا من أب وأم عايز يكمل حلقة مولود من أم بلا أب كان كمالها في عيسى ليثبت للخلق قوته وقدرته سبحانه وتعالى فجعل الله آية طفل من غير أب الوقت انتهى كان نفسي اوضح حته هنا الف نفخنا مره الف نفخنا فيها الروح مره الف نفخنا فيه ليه فيها وليه فيه والفرق بين الاثنين عزلنا شرح طول الوقت انتهى لا لسه 10 دقايق لسه في وقت قاعدين كلنا مع عشاتي قاعدين لسه عشان نصلي فلسه 10 دقايق او ربع ساعه كل فوق الخمسين ده أمر الله أنفس أنفس فرب العباد يصف إيه اللي تم طبعا اللي تم ده لولا أن الله حكاه ما عرفناه إزاي حصل حال بنو إسرائيل حاروا فاتهموها في عرضها وأن الذي كان يدخل عليها النجار فاتهموها بالزنا معه واتهموا سيدنا عيسى ولذا قلت تعالى بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما فسماها ربنا بهتان عظيم ان امراه بهذا العف وبهذا الكمال الانساني تتهم في عرضه
ربنا سماه بتعمل عظيم. لا إله إلا الله. الشاهد يا أخواني رب العباد يصف هذا المشهد فيقول: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وأقول في أخرى: ومريم ابنة عمران والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. الآية دي جت في سورة الأنبياء، والآية الأولى فنفخنا فيه جاءت في سورة التحريم. مرة قال فيها ومرة قال فيه، ايه الفرق من السياقين؟ وده جمال القرآن وإبداع القرآن. سورة الأنبياء ذكر ربنا الأنبياء واحد واحد، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى جابهم بالترتيب. وبعد ما ختم الأنبياء جاء الختام هذه الآية، ما قالش مريم، قال والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها. فالسياق كله حدث عن الأنبياء، فألحقها هي بالأنبياء مع أنها ليست نبي، وذلك مصرح باسمها، قال والتي أحصلت فرجها، زي ما أكرم الأنبياء أكرمناها معه. ثم صرح قال وجعلناها وابنها آية للعالمين. يبقى المقصود هي، والمقصود هي ومن خرج منها، لأن السياق سياق الأنبياء. سورة التحريم ذكر النساء، أسوأ النساء وأسمى النساء، فضرب مثلين الكفر، وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغن عنهما شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وقيل ادخلا النار. وضرب الله مثل الذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، نجني فرعون عمل الجن خذ ظلمين، قال ومريم ابنت عمران. لما ذكر الانبياء بدا بالاعلى تاريخا والادنى سيده مريم لانها ليست منهم. في التحريم العكس، بدا بالكافرات ثم امراه فرعون ثم ختم بالاسمى، وكانها بين النساء اسماهن ومع الانبياء دونهم. ترتيب عجيب. في الأنبياء قال والتي أحصنت، لم يصرح باسمها، عمّا اللي أحصنت فرجها كثير، لكن عمّا والتي أحصنت فرجها، وكأن أحصن فرج نفسه ثمرة قد ترتقي بأصحابها لهذه المنزلة اللي دون الأنبياء أو بعد الأنبياء. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها، فجعل النفخة عامة فيها، الكلام كله على عموميات. لكن لما جاء عند التخصيص وضرب مثالين للكفار ومثالين للمؤمنين خصصها، قال والتي أحصنت فرجها، ودام كلام التخصيص، التخصيص في ايه؟ قال فنفخنا فيه، يبقى النفخة ألقاها جبريل فيها، ما وصلش لفرجها ونفخ فيه، لا ده نفخ في جيبها فتح الصدر، فهو نفخ فيها، وأذن الله أن النفخة دي تسير حتى تصل لفرجها وتدخل. فالنفخة فيها والنفخة فيه، بدايتها فيها ونهايتها فيه، ترتيب ربنا عجيب. لكن عندما خصص، خصص الموضع، وعندما عمم أطلق الموضع النفخة.
والتي أحسن فرجها فنفخنا فيه. إخوانا هو القرآن، ما فيش وصف تاني، هو كلام الله، أتقن كلام وأدق كلام. والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية علم. لما جاءت في عموم الأنبياء ذكر ابنها، لكن لما جاءت في عموم النساء ما جابش الست مش خالص. والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وهنا ملحوظ من مجد. طيب المثالين للكفر، امرأتين نشأتا في عصمة بيئة، بيئة نبوة، امرأة نوح وامرأة لوط. ودل هذا على الحديث الوارد، قال صلى الله عليه وسلم: الناس أربع، الناس أربع، اثنان لست معهما بتجربة، واثنان أنت منهما تجربة. أما اللذان لست معهما بتجربة فرجل مؤمن بين قوم كفرة، فهذا قد تبين إيمانه، ورجل كافر بين قوم مؤمنين فهذا قد تبين كفره، مش محتاج تجربة ده، خلاص جرب وانتهت القصة. وأما اللذان أنت معه بتجربة فرجل مؤمن بين قوم مؤمنين، لو خرج من بينهم قد يضل، ورجل كافر بين قوم كفرة، لو خرج من بينهم قد يهتدي. فالنموذج المش محتاج تجارب، مؤمن في بقى كافر، وكافر في بقى مؤمن. المرأة هي الأضعف، زوجها نبي وتكفر، فضرب المثل للكفر. والعكس، امرأة مؤمنة في بيئة كافرة، امرأة فرعون، الحديث منطبق مع دول. طب السيدة مريم جعل الله عفتها وإحصانها لفرجها وحفاظها عليها تعادل من امتحنت بالإيمان في بيئة كافرة، بل وتزيد عليه. وصل معنا؟ يبقى مش شرط الامتحانات كلها تبقى بالعذاب وبالنكال والابتلاء، قد يكون الامتحان بالطاعة نفسها. لذا قال سلفنا: الصبر ثلاثة أنواع، صبر على البلاء، صبر على المعصية، صبر على الطاعة. قالوا أضعف الثلاثة الصبر على البلاء. يعني الصبر على المعصية وأشدها الصبر على الطاعة. وما السبب؟ سيدنا يعقوب ابتلي بفقد ولده، بل ولدين، بل أولاد الثلاثة، صبر، فصبر جميل الله المستعان بالصبر، فصبر جميل عسى الله يأتين بهم جميعا. يوسف ابتلي بالمعصية وصبر عنها. أيهما أشد صبرا؟ صبر يوسف عن الزنا امرأة العزيز، وصبر سيدنا يعقوب عن البلاء. صبر يوسف أشد. وصل معنا؟ يبقى الصبر على البلاء أقلهم، يأتي بعده الصبر عن المعصية. إزاي أصبر وأحجب شهوتي عن المعصية وقد أبيح لي فيها كل شيء ويسر كل شيء، وغلقت الأبواب وقالت أنت لك، أنت لك، أنت لك، كل لك، أرضي لك، نفسي لك، كل فيها ما شئت. القراءة جاءت تجمع كل صور العرض اللي عرضتها، كل صور إغراء. لكن دقة القراءة عجيبة، جاب كلمة يستحب تثير شهوة في إنسان، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. الرد كمان يجعل اللي نفسه تهفه سواء اختنز الآية المسألة. قال معاذ الله إنه رب عسى مسألة. طب صبر يوسف على المعصية أشد ولا صبر إبراهيم على ذبح ولدي أشد؟ ده صبر على المعصية وده صبر على الطاعة. لذا قالوا أشد أنواع الصبر الصبر على الطاعة.
فصبر امرأة فرعون على أذى فرعون أهون من صبر مريم على طاعتها، لذا استحقت أن تكون هي الأعلى وتأتي في النهاية مش بداية. يبقى بدأ بالكثرات ثم الأقل امتحان ثم الأشد امتحان. وصل الترتيب مش ازاي؟ السياق مش ازاي؟ ها؟ لذا قال مريم بنت عمران ثم مدح مش طاعة طاعاتها التي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وصلت المعنى دي؟ ها؟ يبقى هو ده الصفاء الله لها. طبعا الوقت انتهى ولا يبقى الا حاجه بسيطه في الان. اختار سيدنا عيسى وجيها في الدنيا والاخره المقربين وكلم الناس ما تجاهله، يعني نرجئها المره الاخرى ان شاء الله تعالى. اكتفي بهذا، جزاكم الله خير في استماعكم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. ان شاء الله معنا بالليل ان شاء الله.